بسم الله الرحمن الرحيم. اكاديميه ناصر لعلوم التنس تحييكم. النهارده هنشتغل في فيديو بسيط جدا، عباره طلب برضه مننا ايه ملابس لعيب التنس او ايه الملابس اللي التنس بيحتاجها للاعب التنس. لاعب التنس ملابس التنس عليها ان تكون مناسبه للجسم، دي اولا لتريح حركه الجسم، يعني يكون فضفاضه، يعني لعل اهم ما في الملابس ان تكون فضفاضه واسعه، ما بيكونش بيكون في الملعب بعيدا عن يعني بنبعد دايما عن البناطيل الجينز، بنبعد عن البناطيل الاقمشه الخشنه القويه جدا اللي هي بتكتف اللاعب اثناء تاديه المهاره، وخاصه عند لعب الارسال بنحتاج الى ملاعب الى تيشرتات بتكون واسعه بحيث ان اللعيب يقدر يتحرك فيها. وتلاحظ ان يعني من تاريخ التنس من ايام ويمبلدون تلاقي اليونيفورم بتاع التنس ما بيتغيرش، ولكن احنا بتملي نشجع على ان اللعب الملابس تكون فضفاضه، الملابس تكون سهله، تكون ناعمه، تكون سهله مع اللعيب زي ماده التيشيرتات مثلا على سبيل المثال بالنسبه للرجال. وبالنسبه للسيدات او الانسات بتملي لهم جيبات معينه خفيفه برضه واسعه للحركه. لان مع العلم ان الملابس اللي بيكون عليها اللي هي بتبقى مليانه او مدملكه بتخلي اللعيب في اثناء اللعب ما بيتحركش الحركه، خاصه عن ضرب السيرف بيحتاج الى ملابس واسعه لان الحركه بيبقى فيه نقطه وفي يقفز اللاعب، فبالتالي بيحتاج الى الملابس اللي هي بتبقى واسعه في اللعب، وخاصه الحذاء. الحذاء يجب ان يكون مصنوع من القماش وله قاعده مطاطيه للحذاء وبدون كعب، لان الكعب بيمنع اللاعب ان هو يتحرك بحركه سريعه وبيمنعه الانزلاق، لان لاعب التنس التملي عنده حركات الانزلاق بتبقى سريعه، والملاعب اللي فيها كعب او بزوز بتؤدي الى افساد الملعب نفسه، وخاصه الملاعب الحمراء بتتاثر جدا بالشوز اللي هو يكون ليه كعب او ليه بز، فبالتالي بننصح اللاعب يكون الحذاء من مصنوع من القماش ويكون ماده مطاطيه بحيث ان هو يقدر يتحرك وينط بطريقه سلسه وطريقه سريعه. شكرا والى اللقاء في الفيديو الاخر.